Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. لنواصل معا في سلسلة تعلم القراءة بأسهل طريقة، سلسلة تساعد المبتدئين في تعلم القراءة من البداية إلى الاحتراف. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا هناك المعتاد جملة مكتوبة بكتابة الكتاب وبكتابة الكراس. قلنا دائما في اللغة الفرنسية الجملة تبدأ ب إن ماجسكول وتنتهي ب أن بوان. الكلمة الأولى تبدأ ب الحرف إي إي ماجسكول suivi par L. Donc, il. Il. Pour moi, on a la lettre A. La kelima mouelia, D, U. D, U, du. Du. Pour moi, S, A, sa. Sa. الحرف V مع ON، قلنا بأن O مع N يشكلان معا لصو ON. دونك V ON VON. الكلمة هي SAVON SAVON. ثم الكلمة الموالية S avec U SU S U SU. الحرف الأخير هنا هو الحرف R. دونك قلنا في أغلب الأحيان الحرف R عندما يأتي في الأخير ينطق. دونك الكلمة هي سور. عرفنا سابقا الحروف الساكنة التي تنطق عندما تأتي في آخر الكلمة. قلنا الحرف F الحرف R الحرف C والحرف L. دونك هنا لدينا R. دونك il se prononce ينطق sur. ثم L A la L A la. La lettre F avec la lettre I fi fi. G U جو. الحرف جي هنا ينطق ج. قلنا بأنه إذا كلمة تبع ب أ أ أو فإنه ينطق ج وليس ج. دونك جي أو جو. ثم la lettre R suivie par E. E c'est une lettre muette. دونك R E R figure. Donc je relis la phrase. وعيد قراءة الجملة. Il a du savon sur la figure. Il a du savon sur la figure. لديه صابون على وجهه كما تشاهدون في الصورة. دونك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأنكم قد فهمتم جيدا. أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم.